ناخد تعليق على هذا الخبر. معنا الدكتور سعد الزنط مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية. أهلا وسهلا دكتور. خير يا دكتور، بس أنا مش الأهرام. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بيك وأهلا بيك يا لبنان. أهلا وسهلا دكتور. تعليق حضرتك إيه يا فندم على هذا المشهد الذي دائما ما يتكرر سواء في مصر أو في الإمارات؟ هو الحال اللي يجب إن إحنا ناخد بالنا من إن من أيام الله يرحمه من السبعينيات لغاية النهاردة تقريبا الدولة الوحيدة والأمة الوحيدة والشعب الوحيد اللي علاقتهم بمصر لم يحدث فيها أي حاجة تعكر الصف والحقيقة، دايما فيها نوع من الاستقرار، وده دلالة على إن قد إيه الشيخ زايد كان بيحب مصر وسعى أولاده نفس هذا الحب. ده جزء. الجزء الثاني دلالة على إن مصر لديها الوعي الكافي ولدى القيادة السياسية بأهمية التدعيم هذا التواصل، لأن في الأول وفي الآخر الأمن القومي العربي وما يحققه من مصلحة لكل الأطراف العربية مطلوب دعمه. وإحنا الحقيقة دكتور لبنى إحنا في وقت قاتل بالنسبة لمنظومة الأمن القومي العربي، عندنا الحقيقة في نوع من الترهل فيه، فأي خطوة تدعم هذا الأمن القومي مصر في اتجاهها، يعني زي النهاردة مع الشيخ محمد بن زايد من يومين ولا ثلاثة كان مع رئيس دولة العراق ورئيس الوزراء العراقي وملك الأردن. صحيح. وهكذا. لكن النهاردة زيارة مميزة الحقيقة ومتميزة، وإحنا كلنا عارفين الشعب الإماراتي بيحب مصر، القيادات بتحب مصر، وإحنا كمان على هذا المستوى من الحب والوفاء للدولة وقيادتها وشعبها. طيب انعكاس العلاقات المتميزة اللي بنتكلم عنها، ويمكن احنا لسه بنقول انه كان في عدد من الاتفاقيات اللي تم توقعها النهاردة، وده بنقول السياسة والاقتصاد وجهين لعملة واحدة، والتقارب في يعني في الزاوية دي بينعكس على الاتجاه الآخر. اشرح لنا برضو يا فندم انعكاس السياسة على الاقتصاد. شوفي، هو كل ما كانت العلاقات السياسية فيها وعي وفهم وتقدير للدور كل ما كانت الأمور أيسر. الإمارات في الحقيقة مقدرة جدا أن مصر تستعيد مرة ثانية دورها. تمام. مصر في الفترة اللي فاتت تمكنت من تنظيم أعمدة الدولة، وبالتالي لديها القدرة، وإحنا شفنا الحقيقة من 2014 مش من النهاردة صوت مصر في الأمم المتحدة، في مجلس الأمن، في إفريقيا، في كل مكان الحقيقة كان محتاج ان يبقى الصوت يعلى فيه كانت مصر موجوده فيه. النهارده واضح ان من 2018 2019 مصر رجعت تقريبا بشبه كامل، وبدعم الاشقاء العرب والافارقه الحقيقه رجعت بالكامل. مصر تستطيع النهارده وانت مرتاحه جدا تقول ان هي لديها الان رساله بتقوم بيها بشكل كويس جدا، وده شفناه في المؤتمرات الكتير اللي حصلت في مصر وآخرها مؤتمر أسوان. معناها إيه؟ معناها أن مصر مقدرة من الآخرين وهي تقدر علاقتها بالآخرين. بدوالك أن مصر داخل على أو العالم العربي داخل على مؤتمر قمة بعد كم يوم. صحيح. في ظروف في منتهى الصعوبة الحقيقة. أيضا. ويجب يحصل نوع من التنسيق. حتى لو كنا النهاردة بنوقع على اتفاقيات أو على بروتوكولات بيننا وبين الإمارات، لكن الحقيقة لم تنقطع الإمارات في دعمها مرة الاقتصاد المصري ولا في التوجهات السياسية ولا الاستراتيجية الحقيقة. لكن الجديد انك داخلة لازم تنسقي مع الأشقاء العرب، خاصة الناس اللي عندها الوعي الكافي ومقدرة للأمن القوم العربي وخطورة المرحلة اللي احنا فيها. خاصة انت عندك في ملفات سخنة جدا، وعندك حاجات حصلت الفترة اللي فاتت سواء فقدان القدس او الجولان خلال الايام اللي فاتت دي. نعم. ثم الجزائر والسودان، انت عندك قضايا الحقيقه قضايا شائكه جدا، وقطر الحقيقه الخنجر الكبير في خصر الامه العربيه خاصه مجلس التعاون الخليجي. انت عندك بتدي فرصه كبيره لتمدد فارسي وعثماني جديد، كل ده انت محتاجه. بس يا دكتور سعد، دايما بنقول ان جامعه الدول العربيه بتكتسب قوتها من قوه الدول ومن قوه الشعوب كمان، واحنا بنتكلم دلوقتي ان الدول المتماسكه او القويه في المنطقه بتعد على اصابع الايد الواحده للاسف الشديد. ده كلام مظبوط. فازاي كلام مظبوط جدا.
ربنا يخليك، ازاي نتوقع ان يكون في دور او يكون في موقف مشترك وموقف قوي يعني يؤثر بالايجاب حتى على القرار الامريكي او حتى بدعم من المجتمع الدولي اللي رافض طبعا التحركات الامريكيه الاخيره؟ ازاي نتوقع ده او نامل ده؟ شوفي يا لبنان، انت بتشتغلي بتديري الحد الادنى من قدرتك على اداره الموقف الصعب. لان في حاله مش حتى سطو على مقدراتك، ده انت عندك سطو على مقدراتك وثرواتك وعلى جغرافيتك وتاريخك. ايوه، تكثير لملامح الحضاره وتكثير على لملامح الهويه العربيه، يعني كل حاجه الحقيقه الان في منتهى الصعوبه. لكن ما نقدرش نسلم، ومش دور مصر اطلاقا انها تسلم. واذا كنا بنقول ان جامعه الدول العربيه عاجزه عن التصدي حتى ولو ببيانات قويه تجمع فيها خلفها كل زعماء وكل الشعوب العربيه، فالطبيعي لان احنا في حاله تشرذم، وهي مراه لاحوال شعوبنا وزعمائنا. أيوة. وجغرافيتنا وتاريخنا للاسف. فاحنا الدور المحدود لجامعه الدول العربيه ناجم عن الانعكاس الحقيقي للاراده السياسيه للعرب، سواء كانت شعوب او كانت قاده. لكن في كل الاحوال مصر دايما لا تنتظر، مصر قاصره يا لبنى يا دكتور، مصر قاصره وقاصره قويه جدا، تستطيع انها تعيد مره ثانيه استعداد الامور. صحيح ده بياخد مجهود كبير جدا وبياخد وقت طويل جدا، لكن مصر لن تتخلى عن دورها اللي رجعت له، سواء بجامعة الدول العربية، الاتحاد الإفريقي، بالدعم الأوروبي اللي احنا شفناه في مؤتمر العربي الأوروبي اللي اتعمل في شرم الشيخ، ولا بالدعم الأمريكي، على الرغم من أن أكثر حد بيدير ويستثمر الإرهاب هم الأمريكان. ومع هذا هناك شيء ما تستطيع أنك أنت تستثمريه وتوظفيه إذا ما توفرت الإرادة العربية الصحيحة وفرقنا ما بين الرغبة والقدرة. للأسف لدينا رغبة ولدينا قدرة، ولكن الإرادة السياسية في غياب تام. حضرتك قلت عبارة مهمة جدا، أنه على الرغم من التحديات والظرف الصعب ووضع دولنا، لكن مش علينا أبدا، يعني ما ينفعش نحن نستسلم في ظل هذه الأوضاع. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور سعد. دكتور سعد الزنط مدير أو رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية، بنشكر حضرتك كمان، شكرا جزيلا.